أكدت مصادر طبية مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح في قصف للحوثيين على أحد أحياء عدن السكنية. وأفاد متحدث باسم القوات الموالية للحكومة أن الحوثيين أطلقوا نحو 15 صاروخا من نوع كاتيوشا على شارع مزدحم في حي المنصورة السكني فجر اليوم. ووصفت مصادر محلية الوضع الإنساني في عدن بالكارثي بسبب افتقار السكان إلى المؤن وانتشار الأمراض.